أيها الإخوة الكرام، متابعةً لموضوع الخطبة السابقة التي كانت حول الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وبيّنت لكم في الخطبة السابقة كيف أن العالم انقسم إلى قسمين، مؤمن وكافر، محسن ومجرم، صادق وكاذب، رحيم ومتجبر. وهذا الانقسام إلى قسمين يتضح من حديث كان محور الخطبة السابقة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً. وذكرت أنواع الفتن التي ابتلي بها المسلمون، قلت الشاشة فتنة، والإنترنت فتنة، والجوال فتنة، يستخدم استخدامات خطيرة جداً، وقلت المرأة في الطريق فتنة، والصحف فتنة، والمجلات فتنة، والاختلاط فتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أسود مرباداً مجخياً، كالكوز مجخياً، يعني إناء مقلوب على فمه، لا يعي على خير، ولا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً. وأي قلب أنكرها كان هذا القلب أبيض صافياً لا تضره فتنة. الموضوع الأول انقسام العالم إلى قسمين، يعني المساحة الرمادية بين الأبيض والأسود اختفت الآن. إما أن ترى امرأة شبه عارية أو ولية لله عز وجل، حجاب وعلم وفقه وقرآن وطاعة، إما أن ترى شاباً معلقاً بالمساجد، معلقاً بفعل الخيرات، معلقاً بمتابعة العلم، معلقاً بأن يقدم لأمته شيئاً، أن يكون شيئاً مذكوراً، أو شاب ساقط في وحل الرذيلة. هذا من سمات العصر، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى. أيها الإخوة، متابعةً لهذا الموضوع، يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة. يبدو هذه الفتنة شيء خطير جداً. القاعد خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. المعنى الإجمالي: إياك ثم إياك ثم إياك في زمن الفتن أن تكون طرفاً في خطة لإفقار المسلمين، أن تكون طرفاً، أن تكون مساهماً، أو لإضعافهم، أو لإضلالهم، أو لإفسادهم، أو لإزلالهم، أو لإبادتهم. فالمسلم الذي يتعاون مع أعداء المسلمين لإضعاف المسلمين، لكشف عوراتهم، لاكتشاف أماكن الضعف فيهم، الذي يتعاون مع أعداء المسلمين مسأله كهذا المنديل تمسح به أقذر عملية ثم يرمى في المهملات. أيها الإخوة الكرام، أتمنى على الله عز وجل أن تسهم في بناء هذه الأمة، أن تحمل همومها، أن تخفف من متاعبها، لا أن تكون طرفاً في إضعافها أو إفقارها أو إضلالها أو إفسادها أو إزلالها أو إبادتها. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم،
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه نقطة أولى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ائتمروا بالمعروف. طبعاً الحديث الأول رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً. رأيتم مادية مقيتة، يبيع الرجل أباه بدريهمات، حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً. غرق الناس في الشهوات إلى قمة رأسهم، ودنيا مؤسرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلاً منكم. يخاطب أصحاب رسول الله. نحن في زمن صعب، القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكن أجره كأجر 50 ممن عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. شح مطاع، مادية مقيتة، هوى متبع، إعجاب كل ذي رأي برأيه. يقولون: هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ كل واحد يجعل نفسه محور العالم، هو يحلل ويحرم باجتهاد منه، ولا يرجع إلى العلماء الربانيين، ولا إلى الصراط المستقيم، ولا إلى القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، في رواية أحفظها: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك، وأمسك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، من يلوذ بك من أهلك، من أصدقائك، من إخوانك، من زملائك، من جيرانك، ودع عنك أمر العامة. أيها الإخوة الكرام، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قال: لا. قال: فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أخرجه البخاري. لو أردنا أن نسقط هذا الحديث على بيئتنا، اصعد إلى جبل قاسيون وانظر إلى مدينة دمشق، وانظر ماذا على أسطحها، باستثناء قلة قليلة جداً 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 ممن ضبطت الشاشة، باستثناء قلة قليلة جداً 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 ممن ضبطت هذه الشاشة، ماذا يفعل أهل البيوت إلى ساعة متأخرة من الليل؟ ماذا يرون؟ بماذا يستمتعون؟ ما الذي يتغذون به؟ ما هي المواقف التي يتغذون بها؟ ما هي الممارسات التي يعجبون بها؟ قل لي: ما الذي يغذيك من ثقافة أو فكر؟ أقول لك: من أنت؟ إذا كان الشاشة الصغار فيها 51% من مشاهد العنف في شاشات العالم، و 39% من مشاهد الجنس في شاشات العالم، وما تبقى سحر وشعوذة، فماذا تنتظر من هذا الجيل؟ ماذا تنتظر؟ هذا أيضاً من الفتن الكبرى، ما يعرض على الشاشة من مواقع هابطة، مواقع إباحية أو سحر وشعوذة، محطتان تدعيان علم الغيب، وتقولان لمن يشاهد: بعد 20 يوم سيكون معك كذا، وخالق الأكوان يخاطب نبيه:
العدنان يقول: قل لا أعلم الغيب. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، أهناك شيء في الأرض يعلم الغيب؟ إخواننا الكرام، هذه قضية كبيرة، فلذلك إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. لابد من الضبط، لابد من الضبط الحازم، الضبط الشديد، وإلا الذي يغذي الصغار تراه في سلوكهم وفي تصوراتهم وفي مبادئهم المنحرفة وفي قيمهم المهترئة وفي الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. أعماله خلاف أقواله، بل أعماله على عكس أقواله. يدخل جندي مع رفاقه إلى بيت، يغتصبون الفتاة ويقتلون الأب والأم ويحرقون المنزل تحت دعوى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا الذي نسمعه من الأقوياء يفعلون عكسه، أتوا إلى بلد ونهبوا ثرواته من أجل أسلحة الدمار الشامل، واستخدموا هم أسلحة الدمار الشامل، استخدموا اليورانيوم المخضب والقنابل الفسفورية لإبادة الناس. هذا هو الدجال. وكأن الوصف النبوي لإنسان في آخر الزمان هو الأعور الدجال، مع الاحتفاظ بالمعنى الذي جاء به العلماء حول هذا الإنسان. كلمة أعور دجال لها معنى واسع جداً، الذي يرى مصلحته ولا يرى مصالح الآخرين، يحافظ على كرامته ولا يحافظ على كرامة الآخرين، يرسخ ثقافته ويمحو ثقافة الآخرين، يغني بلده ويفقر الآخرين. هذا أعور، ودجال يتكلم بخلاف الواقع. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة الكرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تكثر الفتن ويكثر الهرج، والهرج هو القتل. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. واليوم يومياً في 100 قتيل، يومياً، وإلى ما شاء الله. هذه فتنة القتل. يكسر الهرج ويرفع العلم. أن يصدر كتاب في بلد عربي مسموح به يصف إله محمد بأنه قمعي، لم يقبل إلهاً آخر معه، لا إله إلا الله، أما آلهة قريش فهم ديمقراطيون، كل واحد منهم يقبل الآخر. أي جهل هذا؟ أي جهل هذا؟ أما أن يقال لموظف من أجل أن تصح خلوته بموظفة: أرضعيه، عمره 35 سنة وهي عمرها 25، أرضعيه لتصح الخلوة بينكما، كلام من هذا؟ فهم من؟ تعليق من؟ استناداً إلى حديث شريف له شرح طويل وله ملابسات كثيرة،
وفيه توجيهات رائعة، ولكن أخذ هذا الحديث على ظاهره وأصدرت فتوى في هذا الموضوع. إذن تكثر الفتن ويكثر الهرج ويرفع العلم. فلما سمع عمر أبا هريرة يقول يرفع العلم، قال عمر: أما إنه ليس ينزع من صدور الرجال، ولكن يذهب العلماء. كلما ذهب عالم لم يظهر بعده عالم شبيهاً له. من الفتن أيضاً يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي سلاطين، الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل، لا يعطون أحداً شيئاً إلا أخذوا من دينه مثله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأبو داود يقول: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه في الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. أيها الإخوة، الآن الظاهرة الخطيرة الحروب الأهلية. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، بل إن فرعون ورقته الرابحة الفتن الطائفية. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. أيها الإخوة، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا الذي يملك خارطة لبلدة في فلسطين وعلى كل بيت رقم، ويخبر أعداء المسلمين أن فلان الفلاني في بيت رقم 27، ويأتي صاروخ فيدمر البيت ويقتل هذا الإنسان الذي أراد أن يهز كيان العدو،
ويأخذ 5000 دولار، ألم يبع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ والله هناك أمثلة لا تعد ولا تحصى. هذا الذي يعاون الأعداء مقابل مبلغ كبير جداً، ألم يبع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ ألم يصبح مؤمناً ويمسي كافراً؟ ألم يمسي مؤمناً ويصبح كافراً؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ هل تصدقون أيها الإخوة أن جزءاً كبيراً من قوة العدو المعلومات التي معه؟ من أين أخذها؟ نحن إذاً مخترقون. من أين أخذها؟ من أناس باعوا دينهم وآخرتهم ومبادئهم وقيمهم وإسلامهم بعرض من الدنيا قليل. مرة ثانية، الذي يتعاون مع أعداء المسلمين من أجل إضعاف المسلمين أو إفقار المسلمين أو إضلال المسلمين أو إفساد المسلمين أو إبادة المسلمين أو إذلال المسلمين كهذا المنديل، تمسح به أقذر عملية ثم يلقى في المهملات. أنت مؤمن، يجب أن تحمل هم هذه الأمة، يجب أن تصون كرامتها، يجب أن تصون مصالحها، يجب أن تكون أن يكون ولاؤك لها. الدين في النهاية ولاء براء، يجب أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء، ولو كان الحديث عنهم لا يرضي كثيراً، ولو أن سمعتهم في العالم لا ترضي كثيراً. يجب أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أذكياء جداً، ولو كانوا أقوياء جداً، ولو كانوا أغنياء جداً. الدين ولاء وبراء. لذلك أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. الذي وافق على عرض سيء جداً مقابل عمولة عالية جداً، ألم يبع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ لعلكم تقولون لماذا تخلى الله عنا؟ هناك أسباب كبيرة جداً توجب أن يتخلى الله عنا. يعني حينما يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، نحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. الآن تطرح فتن عقدية لا تعد ولا تحصى، إلغاء السنة منها، التأويل المنحرف للنصوص الثابتة منها، تميع الإسلام منها. الإسلام كيان واضح متمايز، صار إسلام غاز بيدخل بكل شيء، بيقبل أي معصية، بيقبل أي انحراف، بيقبل أي تفلت ويبقى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، حينما احتال أعداء الإسلام على الإسلام عن طريق الفتاوى وعن طريق إلغاء السنة وعن طريق التأويل الخاطئ المنحرف، فجروه من الداخل، فجروه من الداخل. أيها الإخوة الكرام، هم الطرف الآخر أن يبدل هذا الدين، أن يبقى دين فولكلور، دين إطار فني، دين تقاليد، دين عادات، دين يسمى تراثاً عند أعداء الدين. الآن من أتى عرافاً يقول عليه الصلاة والسلام:
فيما رواه عبد الله بن مسعود: من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر. دول عديدة إسلامية تعتمد برامج تؤمن بالنجوم، أي برج أنت، يحدثونه عن مستقبله، كلام ما له أصل، كلام دجل بدجل، شعوذة، محطات إذاعية، فضائيات، في فضائيات تعتمد الدجل والسحر والشعوذة، وعليها أقبال شديد، يستغلون جهل العامة. اسمعوا الحديث: من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في حديث آخر: من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحاً ولا دعاء 40 ليلة. برامج بالإذاعة وبالمجلات، وحظك هذا الأسبوع، وفضائيات متخصصة بهذا الموضوع، والناس يقبلون إقبال شديد. هذا برج الثور، وهذا برج العقرب، وهذا برج بيحسب له، أو في الآن دورات على الاسم، بيأخذ اسمه واسم زوجته، بيقول لك ما في وفاق، لغى الدين كله، صار الوفاق الزوجي ما له علاقة بالاستقامة، ولا له علاقة بالعفة، له علاقة بحروف الاسم، والإنسان اسمه ما بيده، أبوه سمى به الاسم. دورات والمبالغ فلكية 5000 ليرة الدورة، حتى يتعلم علم يأخذ حروف الاسم مع حروف المخطوبة يدرسها، يقول له ما في وفاق، ما في سعادة زوجية. وكلهم مثقفون، اختصاصيون، معهم شهادات عليا. والله في هبوط ثقافي أيها الإخوة، والله في جهل بالدين لا يعلمه إلا الله. عفواً، كما أن عالم الدين قد يكون أمياً إذا أعطي تخطيط قلب، ما بفهم منه شيء إطلاقاً. نقول: أنت يا عالم الدين، مع احترامنا الكبير، أنت أمي في فهم هذا التقرير، هذه تمهيد. وبالمقابل، وأنت أيها المثقف الكبير، لأنك لم تطلب العلم من علماء ربانيين، أنت أمي في الدين، لا تفقه شيئاً. أيها الإخوة، استمعوا إلى هذه القصة التي جرت مع الإمام علي رضي الله عنه. مسافر ابن عوف ابن الأحمر قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في 3 ساعات تمضين من النهار. قال علي: ولما؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك أنت وأصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي آمرك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم، ولا لنا بعده، هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبت علمت. قال: من صدقك بهذا كذب القرآن. إذا واحد صدقك بهذا، لا تسر في هذه الساعة، فيها مشكلة كبيرة، سر بعد 3 ساعات. من صدقك بهذا فقد كذب القرآن. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعي علم ما ادعيت علمه، تزعم أنك تهدي إلى علم الساعة التي يصيب السوء من سافر فيها. قال: نعم. قال: من صدقك بهذا القول استغنى عن الله وعن صرف المكروه عنه، وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الأمر من دون الله ربه.
لأنك أنت تزعم هدايته إلى الساعة التي ينجو بها من السوء من سافر فيها. فمن آمن بهذا القول لم آمن عليه أن يكون كما اتخذ دون الله نداً وضداً. اللهم لا طائر إلا طائرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نكذبك ونخالفك ونسير في هذه الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما يهدي في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالكافر. والكافر في النار. ولئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولحرمناك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار في الساعة التي نهاه عنها، فأتى أهل النهروان فانتصر عليهم، ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمره بها المنجم وألغي نصر الله عز وجل. ما كان لمحمدكم صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده، ففتح الله لنا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلاد. أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به، فإنه يكفي مما سواه. والله لولا أن هذه القضايا، قضايا الأسماء والأرقام وقضايا البروج، أنها منتشرة في 90% من المسلمين وحتى مثقفيهم، ما ذكرت هذا. في نكسة إيمانية كبيرة جداً، في تخلف عقدي عند المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن عمل الآخرة حزن بربوة. يحتاج إلى جهد، في متاعب، في كلفة. ألا وإن عمل النار سهل بسهوة، وفي رواية بشهوة. يكفي أن تسترخي وأن تأكل ما تشتهي، تلتقي مع من تشتهي، تبصر ما تشتهي، من دون رادع، من دون قيم، من دون مبادئ. ألا وإن عمل النار سهل بسهوة أو بشهوة. ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة. الآن يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يعني اللي له حرفة نظيفة ما لها علاقة بمشكلات المسلمين، لا تبنى هذه الحرفة على ابتزاز أموال الناس ولا على إدخال الرعب في قلوبهم. له حرفة، يقدم للناس طعاماً أو شراباً أو كساءً، يعني حرفته نظيفة وما لها علاقة بمصير المسلمين، وليس طرفاً في مؤامرة قذرة. الذي له حرفة شريفة فيها نفع عام فليسجد لله شكراً له على أنه أقامه بهذه الحرفة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثاً: ولمن ابتلي فصبر. إن السعيد من جنب الفتن أو من ابتلي بها فصبر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية، فإذا توفاهم إلى جنته، أولئك تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية. بيتك الآن كهف وجامعك كهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف، آوي إلى بيتك واعبد ربك ورب أولادك، وآوي إلى مسجدك، استمع إلى العلم ونفذ هذا العلم واتصل بالله عز وجل. فإذا كنت من أهل الشام
فهذه نعمة والله كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وترون ماذا يحصل لما حولنا، ونحن إن شاء الله نسأل الله ونشكره على نعمة الأمن في هذا البلد، وابتعدوا عن كل مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، وفي رواية أخرى: ألا وإن الأمن إذا وقعت الفتن بالشام. كأن هذه البلدة في حفظ الله عز وجل إن شاء الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إلي أنا ما بحب أن أنضم لجماعة، أريح لي هيك، أريح، أنا حر مستقل. لو أنه في إلى متاعب الجماعة بس خيراتها أضعاف مضاعفة عن متاعبها، لعل من متاعبها الالتزام، إذا درس ما أجيت بيسألوا عنك من محبتهم لك، فمن دون ما يكون لك جماعة ما حدا بيسألك إطلاقا. والله حدثنا أخ كنا بأمريكا ببلدة، يعني واحد مسلم ما زار المسجد أبدا، مات 7 أيام ما حدا عرفه حتى فاحت رائحته النتيمة. لو له صلة بالمركز الإسلامي اتفقدوا أصحابه، كانوا غسلوه ودفنوه وكانوا شيعوه تشيع معقول. فأنت لا تقول أنا ما لي علاقة بأحد، يجب أن تكون مع المؤمنين، لكن ما لم يكن انتماؤك لمجموع المؤمنين فلست مؤمناً. الانتماء لمجموع المؤمنين، لكن لك جامع قريب من بيتك، تؤوي إلى هذا المسجد، لك ثقة بخطيب بإمام، ما في مانع. كإنسان له أم، وفي آلاف الأمهات الصالحات غير أمه. الانتماء إلى مجموع المؤمنين، لكن لك جامع، لك مرجع، لك إنسان تثق بعلمه، بورعه، باستقامته، تسأله. آخر شيء بالخطبة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن فعظمها، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله فما المخرج منها؟ هنا محط الشاهد، هنا بيت القصيد، هنا مربط الفرس، فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه حديث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن تتبع الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لما سمعته الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي لا تختلف فيه الألسن ولا يخلق على كثرة الرد. الحل أن نصطلح مع الله وأن نعود إلى القرآن كمنهج كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذه الأحاديث من نوع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه بما سيكون. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بذاته إلا أن يعلمه الله، وإعلام الله لنبيه الكريم
يبعث في النفس طمأنينة إلى أن هذا الذي يجري هو في علم الله، وهو فتنة كبيرة، لكن البطل هو الذي ينجو منها. حينما تؤوي إلى بيت من بيوت الله، حينما تطلب العلم، حينما تلتزم بهذا العلم، حينما تجعل بيتك إسلامياً، حينما تجعل عملك إسلامياً، حينما تقيم الإسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك، حينما تربي أولادك، حينما يكونون قرة عين لك، عندئذ تعرف قيمة المرجعية الإسلامية للمؤمنين. يعني في ظاهرة ذكرتها قبل قليل، يحمل دكتوراه، يحمل شهادة، بظن نفسه أحاط بعلم الأولين والآخرين. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياؤه، حفظت شيئاً وغابت عنك أشياؤه. يعني مرة راكب إنسان عاد من الحج لتوه ويحمل دكتوراه ويشغل أعلى منصب في بلد عربي، قال والله الحج رائع، بس أنا أقترح على الإخوة في بلاد الحج أن يجعلوه على 5 دورات دفعاً للتزاحم. يحمل دكتوراه ويحمل شهادة عليا ويحتل منصب رفيع، وظن قضية الحج قضية بيد العلماء، يعني أنه نعمله على 5 دورات كل شهرين دورة بيخف الازدحام. إذا هو يجهل ما علم من الدين بالضرورة. أيها الإخوة، هذه الأحاديث والآيات ليست لأخذ العلم ولكن للتطبيق، والبطولة أن تطبق ما سمعت تماماً، كما لو قلت 1,000,000,000 بين أن تنطق بها وبين أن تملكها مسافة كبيرة جداً، مسافة لا تقدر، بين أن تنطق 1,000,000,000 بالعملة الصعبة وبين أن تملكها، أن تنطق بها وقد تكون أفقر الناس. فالحديث بالدين سهل، ما بيكلف شيء، أما حينما تطبق أحكام الدين، يعني الحقيقة من يمنعك أن تكون صادقاً وأن تكون أميناً وأن تكون عفيفاً؟ ومن يمنعك أن تربي أولادك؟ من يمنعك أن تقيم الإسلام في بيتك؟ هذا كله ضمن إمكانيتنا. المشكلة أن المسلمين أهملوا ما هم قادرون عليه وحشروا أنوفهم فيما ليسوا قادرين عليه. الله ما كلفك فوق ما تطيق، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تنتهي مهمتك حينما تقيم أمر الله في نفسك وفي بيتك وفي عملك، وانتهى الأمر. وعندئذ نكون قد دفعنا سبب النصر. أنا أدعو وأقول اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. انصر عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي شمالها وجنوبها، وفي كل مكان يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.